السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا في كل مكان. النهاردة هنبدأ مع بعض بكونسبت 1.2، هنذاكر مع بعض لسن 1 إن شاء الله أشرحه معاكم بطريقة سهلة وبسيطة. لكن قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش الاشتراك في القناة. يلا نبدأ مع بعض. زي ما شايفين معايا عنوان الكونسبت بتاعنا النهاردة The body as a system، يعني الجسم كنظام. تعالوا في البداية نبدأ مع بعض بـ lesson 1 activity number 1. لكن قبل ما نبدأ أحب أنوه عن حاجة، إن شاء الله أسئلة الاكسرسايز هحلها الحلقة القادمة، لكن هنزل الفيديو على قناتي الثانية قناة ميس مامي التعليمية 2، دي قناتي التانية اللي بنزل عليها إجابة أسئلة الاكسرسايز. فإن شاء الله بعد الفيديو ده على طول هنزل زي ما قلت أسئلة الاكسرسايز الإجابة بتاعتها، تمام؟ تعالوا نبدأ مع بعض هنا بـ activity number 1. بيقول can you explain، هل تستطيع أن تشرح؟ درسنا النهاردة بيتكلم عن systems، عن الأنظمة. أخذنا قبل كده العام الماضي أخذنا nervous system، وأخذنا circulatory system، وأخذنا digestive system، وأخذنا respiratory systems. دي كل systems اللي احنا أخذناها السنوات الماضية، وطبعا احنا من خلال شرح الدروس بتاعنا قلنا ان systems دي كلها work together، كلها بتشتغل مع بعضها as one whole body system، كلها كنظام جسم واحد كله بيشتغل مع بعضه. قلنا في حاجة بتشتغل لوحدها؟ لا، احنا قلنا all systems دي كلها بتعتمد على بعضها، كلها بتشتغل مع بعض work together. طيب النهاردة هنتكلم برضو عن نفس الشيء، وده اللي هنتكلم عنه في الكونسبت بتاعنا النهاردة. طيب تعالوا معايا هنا في البداية بيقول لك when you observe the opposite picture، انت لما بتلاحظ الصورة دي اللي قدامك. الصورة دي فيها ايه؟ عندنا دول runners. دول ايه؟ دول runners. runners اللي هم السباقين، اللي هم العداء، اللي هم بيجروا يعني، تمام؟ طيب هم بيجروا او انت كده، وانت كده بتعمل سباق مع واحد صاحبك وبتجري، بيحصل ايه؟ اكيد طبعا انت بتكون نيرفز. يعني ايه نيرفز؟ يعني بتكون كده متعصب او بتكون متوتر، بيحصل كده عندك، بيكون في ستريسد، بتضغط كده على اعصابك وبتكون كده ايه متوتر، صح؟ يبقى عندنا الرونر ونيرفز، يعني العدائين دول بيكونوا نيرفز او بيكونوا ستريسد. لما بيحصل عندنا كده على طول برين المخ بيبدا ان هو فيلينج، يعني بيبدا يحس او بيشعر ان هنا في كده نيرفز او في كده عندنا ستريس، في توتر هنا، فبيبدا على طول بيعمل سند، بيرسل سيجنالز، اشارات لاول سيستمز، لكل الاجهزه اللي موجوده في يور بودي، في جسمك. تبدا السيستم دي بتعمل ايه؟ ريسبوند، يعني بتستجيب، يعني اكيد في حاجه دلوقتي عندك في الجسم بتاعك وتبدا هي تستجيب، تمام؟ فهنا عندنا when you feel nervous، لما انت كده بتشعر بالتوتر، your heart beats، ضربات بتاعت القلب بتاعتك بيحصل لها ايه؟ بيحصل لها increase. يبقى احنا اول حاجة النيرفس سيستم بتاعنا اشتغل. انت حسيت بايه؟ حسيت بنيرفس، حسيت كده بتوتر، او حسيت عندنا بستريس، حصل في ضغط او شد كده، او توتر او عصبية عندك، فده اسمه نيرفس سيستم، ده الجهاز العصبي. حصل ايه؟ عمل سند سيجنالز للبرين بتاعك، للمخ بتاعك، فبدأ البرين بتاعك سند سيجنالز، بيرسل اشارات زي ما قلنا لأول سيستم، للجهاز، للأجهزة الموجودة عندك. بعد كده حصل عندنا هارت بيتس، ضربات القلب بتاعتك، اكيد وانت بتجري كده بتحس كده ان القلب بتاعك حصل له ايه؟ البيتس بتاعته، النبضات بتاعته حصل لها انكريزنج، يعني زادت. طب احنا فاكرين لما اخدنا العام الماضي عندنا الهارت ده تبع ايه؟ احنا قلنا ان هو من ضمن السيركيتوري سيستم، ده تبع الجهاز الدوري. يبقى اول حاجة احنا اشتغل عندنا نيرفس سيستم، واشتغل كمان عندنا مين؟ سيركيتوري سيستم، تمام. حصل انكريزنج في هارت بيت، ضربات القلب بتاعتك ازدادت. طب ولما ازدادت حصل لك ايه؟ بالتالي عندنا الاكسجين، الاكسجين برضو عندنا حصل له انكريزنج في عندنا يور بلاد، في الدم بتاعك. وطالما عندنا الاكسجين حصل انكريزنج في بلاد بتاعك، يبقى عندنا دور مين ده؟ ده دور ريسبيراتوري سيستم. بعد كده كل الحاجات دي ما بعد ما بتحصل تبدا المسلز بتاعتك، العضلات بتاعتك
تقدر انك انت ايه ران بتجري كويكلي بسرعه، فده بيجي دور ماسيكولار سيستم، بيجي دور ايه ماسيكولار سيستم اللي هو الجهاز العضلي. طبعا انت لما الهارت بيتس بتاعتك ضربات القلب بيحصل لها انكريز، فبالتالي انت عندك يور بودي ستارت تو سويت، جسمك بيبدا ان هو برضو يحصل له سويت بتعرق، وكمان يو ماي فيل بين ان يور ستومك، والمعده بتاعتك بيحصل لها الم. زي ما شفتم معايا دلوقتي اول سيستمز اللي انا اتكلمت عنها، بس بمجرد بس انت ما جريت كل السيستم دي اشتغلت مع بعضيها. عشان كده بنقول ايه in your body، في جسمك all systems work together، كل السيستم مالها work together، بتشتغل مع بعض as one whole body system، ككلها كنظام واحد كله بيشتغل مع بعضه، بدءا من النيرفس سيستم، عندنا circulatory system، عندنا respiratory system، عندنا digestive system، وعندنا كمان muscular system اللي هو الجهاز العضلي، ده اللي بيخلي كل المسلز العضلات بتاعتك تبدا ان هي ايه يحصل لها تتحرك. تمام، تعالوا معايا بيقول ايه how does your body function as a system، كيف يعمل جسمي كنظام. بيقول different systems يعني انظمة مختلفة in your body perform different functions، انظمة مختلفة في جسمك بتأدي وظائف مختلفة. زي ما قلنا كده عندنا كل واحد من السيستم اللي اتكلمت عنها انهم بيعمل لكن different function، كل واحد له ليه وظيفة معينة. شفنا النيرفس سيستم بيعمل ايه، والحاجة البرين بيفيلنج، بيشعر ان في شيء، في حدث، في خطر عندنا، بيبدأ ان هو send signal، بيرسل اشارات ليه عندنا ليه all systems كل الاجهزة. وطبعا مش هكرر الكلام مرة تانية، وطبعا زي ما شرحت كده في الجزئية اللي من فوق كله بيشتغل مع بعض، ولكن كل حاجة منهم عندنا في الجسم بتاعتك perform different function، كل واحدة بتؤدي وظيفة مختلفة، كله بيشتغل مع بعضه لكن كل واحد شغال ليه حاجة معينة بيعملها. هنا where all system interact and work together in an integrated way، كل السيستمز بيقول لك interact، بتتفاعل مع بعضيها، ده عندنا بيكمل ده، وده بيكمل ده، وده بيكمل ده، كلهم work together، كلهم بيشتغلوا مع بعضهم in integrated way يعني بطريقة متكاملة. الكلمة دي مهمة جدا، عندنا integrated way معناها طريقة متكاملة، زي ما قلت الكلمة دي مهمة. تعالوا معايا هنا جايب كده example، قول هنا the interaction between the nervous system and circulatory system، في تفاعل حصل عندنا ما بين nervous system و circulatory system، زي ما قلت كده عندنا فوق في القصة اللي انا حكيتها من فوق، قلت ان عندنا اول حاجة انت ايه، انت feel nervous، حاسس بتوتر، فالبرين بدأ ان هو send signals، بدأ عندنا يرسل اشارات ل all the systems، لكل الاجهزة دي، فبالتالي احنا اشتغلنا على ايه نيرفس سيستم الجهاز العصبي، واشتغلنا كمان على سيركيتوري سيستم، ان بعد ما النيرفس سيستم اشتغل عندنا بدا عندنا اللي هي هارت بيتس ضربات القلب حصل لها انكريزنج، واحنا قلنا عندنا الهارت القلب ده من الاورجانز بتاعت مين سيركيتوري سيستم، مش احنا قلنا سيركيتوري سيستم ده بيتكون من ايه، من هارت، من القلب، وقلنا بيتكون من بلاد وبلاد فيسلز، صح. طيب يبقى عندنا دلوقتي الهارت حصل له ايه، حصل له هارت بيتس حصل لها انكريزنج، ففي تفاعل عندنا بين النيرفس سيستم وبين السيركيتوري سيستم، وير حيث when you feel nervous لما انت شعرت يعني بالتوتر your heart beats حصل لها increase. تمام، في كمان عندنا interaction تفاعل between digestive system and skeletal system، يعني بين تفاعل ما بين digestive system و skeletal system اللي هو الجهاز الهيكلي الخاص بالmuscles العضلات، where the digestive system عندنا الجهاز الهضمي provides the skeletal بيزود عندنا skeletal اللي هو الجهاز الهيكلي with nutrients، ما هو عندنا كمان الجهاز الهضمي ده بيعمل ايه، مش الجهاز الهضمي ده هو اللي بيشتغل على الفود على الطعام، وبيحصل عندنا ان الفود اللي احنا اللي بناكله ده بيتحول لنوترينز لعناصر غذائية، طيب العناصر الغذائية اللي احنا بناكلها او اللي هي تحولت دي احنا محتاجينها فور هقول جروث
للنمو and fracture healing. يعني ايه fracture healing؟ شفاء الكسور. يعني دلوقتي لو حصل عندك كسر في ساقيك او في العضلات بتاعه رجليك، تمام، فانت لما بتاكل كويس طبعا وجسمك بيكون فيه نوتريينز، فيه عناصر غذائيه، فبالتالي بيحصل عندنا fracture healing. يعني بيحصل شفاء للكسور، يعني الكسور بتلتئم يعني وبترجع زي ما كانت، تمام. وده بيكون بسبب ايه؟ بسبب عندنا ان جسمك فيه نوتريينز، فيه عناصر غذائيه، فالعناصر الغذائيه دي بتساعد على جروث، على النمو، وكمان بتساعد على fracture healing، التئام الكسور او الشفاء. يعني كده شفنا مع بعض ان الاول سيستمز دي كلها بيحصل لها ايه؟ انتر اكشن، يعني بتتفاعل بتوين ذا اذر، بين كل منهم والاخر. تعالوا نشوف مع بعض هنا الكلمات. اول كلمه معايا هنا nervous معناها عصبي او متوتر. هنا heart beats نبضات القلب. pain يعني الم. هنا danger response يعني الاستجابة للخطر. طبعا اخذنا الكلمة دي قبل كده، danger response معناها الاستجابة للخطر. هنا building living systems معناها تركيب الأنظمة الحية. endocrine system معناها جهاز الغدد الصماء. طبعا ده احنا لسه ما اخدناهوش النهارده، هناخده ان شاء الله. طبعا الحاجات دي اللي احنا هنشرحها فيما بعد في الليسونز اللي جايه كده. فعندنا هو ده اسمه endocrine system، يعني جهاز الغدد الصماء. وعندنا كمان skeletal system يعني الجهاز الهيكلي. هنا provide معناها يمد او يزود. عندنا function يعني وظيفة. هنا integrated way يعني طريقة متكاملة. هنا fracture healing معناها شفاء الكسور. وعندنا systems يعني أجهزة. تعالوا نشوف كده مع بعض اللي بعده. طيب تعالوا معايا نشوف activity number 2، بتكلم عن danger response يعني الاستجابة للخطر. بيقول هنا your nervous system helps in moving your hand away when touching the sharp thorns. بيقول ان جهازك العصبي بيساعد في حركة الايد بتاعتك بعيدا لما انت بتلمس الاشواك اللي بتكون حادة. طبعا هقول له اجابة true. Number 2 all systems كل الانظمة interact and work together in an integrated way. كل الانظمة بتتفاعل وبتعمل مع بعضها، بيقول بطريقة متكاملة. طبعا زي ما قلنا احنا كده في activity number 1 هقول له اجابة true. طب تعالوا بيقول هنا how do your body systems work together in dangerous situations. ازاي يعني؟ بيقول لك ان اجهزة جسمك او انظمة جسمك بتعمل مع بعضها في المواقف اللي بتكون خطرة. فهنا عندنا جايب كده example، جايب كده مثال، بيقول the opposite picture shows a cyclist in a dangerous situation. الصورة دي بتوضح عندنا cyclist معناها راكب الدراجة في موقف خطر. واحد ماشي بالدراجة بتاعته وماشي على سرعة جامدة جدا، وبعدين فجأة كده كان في حاجة قدامه، كان في مطب، فاخد المطب كده مرة واحدة، فبالتالي هو والدراجة بتاعته طاروا لفوق زي ما شايفين معايا بالشكل ده. بيقول the body systems of the cyclist work together to produce physical response. بيقول ان اجهزة الجسم بتاعت الراجل اللي هو راكب الدراجة دي، احنا قلنا ان systems كلها اللي موجودة في your body كلها work together، كلها بتشتغل مع بعضيها، فبالتالي هي لما بتشتغل مع بعضيها فبالتالي حصل عندنا ايه؟ physical response يعني استجابة حسية. حصل ايه؟ استجابة حسية. يعني ايه عندنا physical response؟ يعني ايه استجابة حسية؟ زي ما قلنا كده في activity number 1 لما الرونر بيجري بيحصل عندنا increasing في the heart beat، صح؟
فبالتالي هنا برضو الاستجابة الحسية دي يعني هو شعر بايه او هو حس بايه، حس كده على طول الانسان بيحس بانكريزنج في ذا هارت بيتس، ضربات القلب بتاعتك على طول بيحصل لها انكريزنج. اي موقف بيحصل معاك، موقف شعرت بيه في حاجه خطر، او انت مثلا ماشي في الشارع وفجاه مثلا جري وراك حيوان متوحش كلب او ايا كان اللي جرى وراك، او شعرت مثلا بخطر بصوت مزعج، على طول بيحصل لك ايه، بيحصل عندك انكريزنج في يور هارت بيت، القلب بتاعك بيحصل له انكريزنج، ضربات القلب بتزداد بسرعه كبيره جدا. تو فيس ذس دينجرس سيتويشن، عشان تواجه الخطر ده. تمام، هنا بيقول وير، حيث ايه. دلوقتي انت ماشي وفجأة كان في مطب، المطب طبعا انت خدته بسرعة الصاروخ ادى انك انت طرت بالمنظر اللي هو انت شايفه ده. حصل ايه؟ اول حاجة انت يور ايس، عينيك شافت اللي هو الخطر اللي حصل ده، او دينجرس سيتويشن، الموقف الخطير ده. مين شافه اول واحد؟ شافته عينيك، يور ايس. تمام، يبقى عندنا وين ذا ايس، لما عينيك بتاعت الراجل هو سايكلست او انت او ايا كان بتشوف، عندنا سي الدينجرس سيتويشن، بتشوف الموقف الخطر ده على طول بتعمل ايه، عينيك دي بتعمل ايه، بترسل سند اشارات للبرين بتاعك، المخ بتاعك، المخ بتاعك بيعمل ايه، ريسيف، بيتلقى الانفورميشن دي فروم ذا ايس، من عينيك. يبقى انت لما وقعت اول حاجه عينيك شافت الدينجرس سيتويشن، الموقف الخطر ده، بعدين عينيك بعتت سند اشارات لمين، سند سيجنالز، اشارات للبرين بتاعتك، للمخ. البرين عملت ايه، عملت ريسيف، استلمت او تلقت المعلومات دي، عرفت ان في حاجه خطر. وبعدين عندنا بيقول لك ذا برين، المخ بيعمل ايه، سند سيجنال، بيرسل اشارات تو مين، تو ذا ماسلز، للعضلات بتاعتك. العضلات هتعمل ايه، هتعمل ذات كونتراكت، هتعمل انقباض، ان الاو هيز بودي تو فيس ذا دينجرس، وهتبدا جسمك ان هو يواجه الخطر. واحد مثلا ممكن مثلا يعمل ايه، واحد مثلا هو طاير بالمنظر ده يحاول مثلا يثبت نفسه ويقف مثلا على رجليه، واحد تاني ممكن مثلا اول ما ينزل ينزل مثلا على ايديه، فاهمني؟ ايا كان الاستجابة اللي بتحصل، الاستجابة طبعا بتحصل في اقل من الثانية. كل الكلام اللي انا بقوله ده والحاجات اللي بتحصل داخل السيستمز بتاعت الانسان كلها بتحصل في اقل من السكند، اقل من الثانية، كل الحاجات دي بتحصل. فبدأ عندنا الانسان، فبعد ما عينيك يور ايز شافت الخطر ده، بعدين انت طبعا البرين البرين بتاعك ريسيف، بيستقبل او بتلقى الانفورميشن دي اللي جات من الايز بتاعتك، وبعدين البرين بيعمل سند للسيجنالز، بيرسل كده اشارات لمين، للمصل بتاعك. فالمصل بيحصل لها كونتراكت، بيحصل لها كده انقباض، ويبدا ان هو يواجه الخطر. ايا كان ازاي بتقدر تواجه الخطر، طبعا كل واحد وعلى حسب استجابته للموقف. تمام، طيب بعدين بيقول لك so the interaction between body systems، عندنا التفاعل بين أنظمة الجسم اللي شفناها دلوقتي، عندنا circulatory system اللي هو الجهاز الدوري، لما حصل عندنا heart beat ضربات القلب بتاعتك حصل لها increases، وعندنا vascular system اللي هو الجهاز العضلي. يبقى هنا حصل تفاعل ما بين circulatory system و vascular system اللي هو الجهاز العضلي. قلنا circulatory system اللي كان متمثل عندنا في هارت بيت اللي هي ضربات القلب بتاعتك اللي حصل لها انكريزنج، وعندنا البرين الحاجات دي كلها، وعندنا ماسيكولار سيستم اللي هو الجهاز العضلي، وبدا ان هو يحرك الماسلز، العضلات اللي موجوده في جسمك. تمام، هنا بيقول ايه، طبعا التفاعل ده بيحصل interaction between body systems، الحاجات دي يكون الحاجات دي بتكون are important in dangerous situations، بتكون مهمه جدا في المواقف الخطر. تعالوا نحل السؤالين. The brain and the heart are from parts of the nervous system، عندنا المخ والقلب بيقول من اجزاء النيرفس سيستم، من اجزاء الجهاز العصبي. عندنا البرين من البارتس للنيرفس سيستم، لكن هارت لا، القلب من سيركيتوري سيستم. تمام، هل الاجابه فولس. Number 2 the interaction between body systems are important in dangerous situation، التفاعل ما بين أنظمة الجسم بيقول ان هي مهمة في المواقف الخطر، هقول له إجابة true. تعالوا مع بعض كده نقرأ الكلمات. اول حاجة عندنا cyclist، راكب الدراجة،
dangerous situation، يعني الموقف خطير. هنا physical response، physical response معناها استجابات حسية. signal 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 يعني إشارات. هنا contract 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 معناها تنقبض. face 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 يواجه. muscles 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 عضلات. عندنا interaction 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 معناها التفاعل. هنا muscular system muscular system muscular system muscular system معناها الجهاز العضلي. تعالوا مع بعض اخر حاجة معايا وهي activity number 3. بيقول what do you already know about the body as a system، ايه اللي انت بالفعل تعرفه عن الجسم كنظام. طبعا كل الكلام برضو هنعيده مرة تانية. فبيقول هنا you have learned in the previous activities، تعلمنا في الانشطة اللي شرحناها دلوقتي ان all systems interact and work together in an integrated way، كل الانظمة بتتفاعل مع بعضيها وبتشتغل مع بعضيها in an integrated way يعني بطريقة متكاملة. تعالوا دلوقتي نشوف. بيقول هنا let's study the following examples that show how do the nervous system, circulatory system, digestive system depend on each other to do their function. تعالوا دلوقتي مع بعض هنشوف السيستمز دي كلها ازاي هي بتشتغل كلها مع بعضيها to do their function، ان كل واحدة منيهم هتقوم بالفانكشن بتاعها ازاي. هنا اول حاجة جايب كده بيقول the nervous cells الخلايا العصبية in the nervous system بيقول need nutrients to perform their functions، these nutrients reach the body as food. احنا عارفين طبعا ان الفود اللي احنا بناكله، الطعام اللي احنا بناكله طبعا ده بناكله ومين اللي بيقوم بالدور، يعني اللي بيظبط الطعام وبيحوله كده النوترينز لعناصر غذائيه، عارفين طبعا حبيبنا digestive system الجهاز الهضمي، تمام. فبالتالي عندنا the nervous cells الخلايا العصبيه الموجوده في النيرفس سيستم دي محتاجه ايه؟ محتاجه عندنا النوترينز، محتاجه عناصر غذائيه to perform their function علشان تقوم بالوظيفه دي. طيب النوترينز دي هتجيبها من فين؟ هتجيبها من فود، من الطعام، الطعام اللي احنا بناكله. طيب بعدين after the digestive system digest this food، بعد ما digestive system بياكل وبيهضم الطعام ده nutrients are transmitted to the nervous cells، العناصر دي بتروح لمين؟ بتروح للnervous cells، بتروح للخلايا العصبية دي، بتروح لها من فين؟ بتروح لها من خلال عندنا the blood in the circulatory system، بتروح لها من خلال مين؟ ما احنا عندنا اللي بناكل الطعام بتاعنا، الاكل اللي بناكله ده الاكل بتحول لنوترينز لعناصر غذائية، تمام. العناصر الغذائية دي بتروح لجسمك كله ازاي؟ عن طريق the blood، عن طريق الدم، والدم ده اصلا تبع مين؟ تبع circulatory system، تمام، متفقين. يبقى انا دلوقتي كلت، جه عندنا طبعا digestive system بكل اللي فيه، عندنا الاستومك والبنكرياس وكل الحاجات اللي احنا عارفينها دي كلها قامت بالوظيفة بتاعتها وحولت الطعام ده لنوترينز لعناصر غذائية. العناصر الغذائية دي اتحولت فين؟ راحت لمين؟ للبلد، للدم. الدم ده خد النوترينز دي وداها لمين؟ nervous cells اللي هي الخلايا العصبية، تمام. وزي ما قلنا احنا blood ده تبع circulatory system. This mean ده معناه ان النيرفس سيستم ده depends on the digestive system، يبقى معناها النيرفس سيستم بيعتمد على digestive system، وكمان عندنا circulatory system to do its function عشان يقوم بالوظيفة بتاعته. شفتوا معايا ازاي؟ يبقى عشان السيلز النيرفس سيلز دي محتاجة نوترينز، هتجيب النوترينز من فين؟ يبقى هتجيب النوترينز دي من عندنا فود، الطعام اللي احنا we eat it اللي احنا بناكله، احنا كلنا خلاص الدايجستيف سيستم اتدخل وحول الفود ده، حول النوترينز، حول العناصر الغذائية. طب لما تحولت دي راحت فين؟ راحت للبلد، البلد تبع مين؟ تبع سيركيتوري سيستم، تمام. يبقى عندنا دلوقتي خلاص الطعام بتاعنا النوترينز اللي احنا كناها بقت فين؟ في بلد اللي هو تبع سيركيتوري.
خلاص بعدين البلد ده هيودي النيوترينز دي للنيرف سيلز الخلايا العصبيه، والنيرف سيلز دي تبع مين؟ تبع النيرف سيستم الجهاز العصبي. يبقى بالتالي كلهم اشتغلوا مع بعضهم، وكل واحد اشتغلهم عمل حاجه وصلها للتاني، والتاني وصلها للتالت، وهكذا، عشان كلهم في الاخر يفيدوا الجسم بتاعك. تمام؟ يبقى كلهم كل واحد عمل الفانكشن الخاصه بيه. بعدين بيقول لك ايه؟ also ايضا the nervous system الجهاز العصبي ده control بيتحكم في مين؟ the muscles يعني العضلات بتاعت الاستومك اللي موجودة in the digestive system. شايفين معايا؟ النيرفس سيستم ده كمان بيتحكم في ايه؟ في المسلز العضلات بتاعت الاستومك بتاعتك. المعدة بتاعتك مش فيها عندنا مسلز، فيها عضلات. طب مين اللي بتحكم في المسلز دي؟ بتحكم فيها النيرفس سيستم بتاعك. تمام؟ هنا بيقول and muscles of heart، وكمان العضلات بتاعت القلب اللي موجودة in the circulatory system. شفتوا معايا ازاي؟ النيرفس سيستم بيتحكم في المسلز الموجودة في الاستومك بتاعتك الخاصة بالدجستيف سيستم. ومش بس كده، لا ده كمان حشري بيتدخل كمان في المسلز بتاعت العضلات اللي موجودة في السيركيلاتوري سيستم، هو كمان بيعمل لها كنترول يعني بيتحكم فيها. This mean ده معناه ان الدجستيف سيستم والسيركيلاتوري سيستم depend on the nervous system، ان الدجستيف سيستم والسيركيلاتوري سيستم هما الاثنين برضو بيعتمدوا على مين؟ بيعتمدوا على النيرفز بتاعهم، على النيرفز سيستم to do their function علشان يقوموا بالوظائف بتاعتهم. شفتوا معايا ازاي؟ درس سهل جدا وبسيط جدا. تعالوا نحل كده مع بعض اخر سؤالين. to pick up a glass of water، عشان انت تلتقط كوباية مية قدامك انت هتلتقطها. اول حاجة زي ايه؟ first see، مين اللي هيشوفها؟ عندنا الايز بتاعتك، عينك هتشوفها. بيقول هنا the place of the glass، هتشوف المكان بتاع الكوباية on the table على الترابيزة. then the، وبعدين هنا what coordinates the need movement، مين بعد كده بينسق حركة اللي هو محتاجها and send instructions to muscles، مين اللي هيرسل عندنا تعليمات للعضلات؟ عندنا مين؟ brain اللي هو المخ. وبعدين the نقط pump، مين اللي بيعمل pump؟ heart اللي هو القلب. more blood بيعمل ايه؟ pump بيضخ يعني المزيد من الدم to feed the muscles عشان يغذي مين؟ يغذي muscles العضلات. required for movement اللي عاوزة حركة، so muscles in the العضلات اللي موجودة في arm في دراعك في ذراعك مالها contract هتنقبض to move عشان تتحرك toward the glass of water عشان تتحرك اتجاه الكوباية بتاعت المية. تمام؟ بعد كده انتظروني الفيديو القادم على قناتي الثانية، قناة ميس مامي التعليمية 2، هنزل لكم فيها اجابة اسئلة الدرس ده بالكامل. تمام؟ اتمنى لكم التوفيق والنجاح. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو. Thank you for watching. Bye bye.